اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في الجزء الاخير من هذه الحلقه كابتن سمير عثمان، اتكلم عن طاقم التحكيم لهذه المباراه. كابتن سمير، اولا هارد لك طبعا لخروج منتخبنا الوطني من دور ال 16، ولكن شيء متوقع الحقيقه، هي لم تكن صدمه قويه، لانه هو في النهايه تقريبا الكل كان متوقع ان مصر لن تستطيع الوصول الى نهائي هذه البطوله، على الرغم من الدفعات الكبيره الاعلاميه والاعلانيه وكل شيء، ولكن في النهايه لا يصح الا الصحيح بيني وبينك يعني. والواحد حزين يا كابتن على ان الشعب المصري، مش هتكلم جمهور الكوره بقى كله، حاطط امال كبيره جدا ان حاجه تفرحنا، انت واخد بالك؟ فكنا شايفين الكوره ممكن تفرحنا، خاصه تنظيم الرأة طبعا اللي اتعمل مع البروباجندا اللي كانت معموله للفرقه، اللي انا شايفها يعني دي امكانيات الفرقه بتاعتنا على فكره. هو الخطا زي ما كنت سامع حضرتك بتقول هو من الاول في الاختيارات، انما الفرقه دي ما اثرت، هي دي امكانياتها، اقصى حاجه هم عملوها امكانياتهم محدوده جدا، ما تلقش مع منتخب مصر ولا التيشيرت بتاع منتخب مصر، ده من وجهه نظري انا يعني. تمام يعني. طاقم التحكيم النهارده، طاقم التحكيم النهارده طبعا من كان حكم الساحه اريك اوتوجو من الجابون، ومع حكم مساعد عيسى يايا من تشاد، ولينيل اندريا نانتياتشا من مدغشقر، ومعنا الحكم الرابع ناينت اليوم من الكاميرون. طبعا الحكام النهارده ما حسيناش بيه، أدى المباراة كلها ما فيهاش أي اختبارات صعبة فعلا خالص. المنتخب المصري بتاعنا يعني كان بيساعد أي حكم بصراحة جدا جدا. هو الراجل ادى حوالي 3 بقات صفراء، ممكن كان في كارت أصفر كان مستحق على محمد صلاح، كان لازم ياخده طبعا، أما هو حسب عليه الحكم، حسب عليه فاول مش سليم. بعد كده محمد صلاح شاط الكرة بطريقة شكلها مش كويس، ما أعتقدش إنه يعمل الكرة دي في ليفربول بصراحة. الراجل أدى المباراة بشكل كويس جدا، ما حسيناش بيه طول المباراة، ولا هو ولا المساعدين. حكم الرابع أليوم كان ليه دور رائع بصراحة بره، لأن في بعض اللقطات كان مدرب سمير عثمان والله. لا والله أليوم أنا بحبه فعلا، لأن المدرب بتاعنا الرابع له دور بره. هقول لك ليه، المدرب بتاعنا النهاردة كان بيعمل حاجات غريبة جدا. ايه؟ الكاميرا كانت بتيجي عليه كل شوية كل شوية يبص على الراجل التاني وبمشاوراته وحاجات غريبة. والله؟ والله حتى في بداية المباراة الراجل بتاع مدرب جنوب افريقيا بص لإيجيري المدرب بتاعنا، واضح كان في حاجة سابقة في المباراة حصلت. فقال دوره كان موجود برضه، كان مهدي الأجهزة الفنية اللي بره. كويس انما ممكن نبص يعني عندنا جانب إيجابي في البطولة بصراحة، ان عندنا ملاعب كويسه جدا، عندنا تنظيم، عندنا سمعه كويسه جدا. ما زال مصر هتشارك، انا اتوقع ان مصر هتشارك في المباراه النهائيه بنسبه زياده عن 95%. كان سؤال، بص بكتب جهاد جريش ده لازم بقى خلاص ملاش حل، مصر لازم تبقى موجوده في المباراه النهائيه. مصر دوله مصر، احنا عندنا في جهاد جريشه، في امين عمر، في محمود ابو رجال، لازم يبقوا موجودين باذن الله بعد الخروج بتاعنا، واحنا الخروج بتاعنا بدري قوي. موجودين الثلاثه ده ينفع؟ على لا ممكن رابع يعني، حكم رئيسي، حكم رابع، ومعاه محمود ابو رجال، ده على الاقل حاجه تتعمل يعني. انا بصراحه كواحد مصري بالمستوى التحكيم اللي احنا برده شفناه، المستوى برده مش عالي، خاصه في الدور 16 ابتدت في بعض التذبذبات. اقل حاجه بصراحه تتعمل لمصر بعد التنظيم ده حقهم بالمستوى الفني ان جهاد او امين عمر يديروا لقاء نهائي، فما ينفعش البطوله على ارضنا يا كابتن اسلام بصراحه، وعندنا حكام كويسين، ومنتخبنا للاسف خرج وما بقاش لينا دور في المباراه النهائيه. انا متاكد هم هيبقى ليهم دور ان شاء الله في المباراه النهائيه، واحد فيهم على الاقل يعني. والله طبعا ده اقل حاجه بصراحه يعني، لان عندنا برضو المستوى مش عالي. ولا بتتحسب كده ولا بتتحسب بحاجه؟ لا هتتحسب، خلي بالك احنا دلوقتي بينا في 16 فريق، في 3 حكام يعني ايه من مصر، مش هقول تم استبعادهم لا خلاص يعني مأموريتهم انتهت، اللي هو ابراهيم نور الدين ومع تحسين ابو السادات واحمد حسام طه، باقي الثلاثه خلي بالك المفروض انت من دور 16 معظم الفرق المشاركه كابتن اسلام انت بتستبعد حكامهم، اما بتوصل دور 8 بتشوف الحكام الفرق اللي عندك في الدور 8 فيهم حكام مشاركين ولا لا، هنا لازم طبعا تستبعدهم، ما ينفعش انت خلاص 8 فرق ما ينفعش حكام من الفرق المشاركه دي يبقوا موجودين. احنا عندنا بقى سهلنا المأموريه قوي، احنا خرجنا بدري قوي للاسف يعني، خلاص هنا دور الحكم المصري. انا اتوقع جهاد ما يدلوش ماتش في الدور 8 لو عاوزين يدلوا المباراه النهائيه باذن الله، هو وامين عمر. وبصراحه بمستوى امين عمر وجهاد بمستوى الحكام اللي احنا بنشوفهم لا ممكن يتوكلوا على الله ويلعبوا المباراه النهائيه، تبقى اقل تقدير لمصر بعد تنظيمها بطوله افريقيا بصراحه يعني. تمام طيب ايه راي حضرتك بقى في الطاقم النهارده؟ بتقولي ما حسيتش بيه، ولكن بالظبط هناك بعض الكرات اللي كان من الممكن ان تتسبب في ازمات.
لكنها عدت بالظبط. يعني في عندنا في كره اللي اتخبط فيها محمد صلاح كانت كره جامده جدا ده يعني كلنا قلنا ان هو ممكن يروح للاحمر. برافو عليك اتفق معاك تماما، كان ممكن يروح فعلا الكارت الاحمر لان دي اقصى حالات التهور داخله على استخدام قوه زي ده. ده داخل في تعرف دي لو ده جاي طاير ثابت واقف لا قدر الله جاي في الانكل كمان من تحت يعني يعني سيئه جدا بصراحه. ممكن تبقى طبعا ولو اديها له كابتن اسلام محدش هي يعني طيب. محدش يرجع عليه في حاجه في دي يعني. كابتن سمير معلش طيب. خلينا نروح ل عمر ربيع ياسين. عمر ربيع ياسين في اسبانيا بالمناسبه طبعا طاقم التحكيم سريعا كده هم عملوا مباراه كويسه جدا لطاقم اللعب النهارده. فيكتور جوميز الحكم بتاع جنوب افريقيا كان مرشح لنهائي بطوله افريقيا طبعا اكيد هيمشي من بكره ما ينفعش يكمل خلاص والفرقه بتاعته موجوده. طاقم الحكام المصري الموجود ده هيستمر ده الخاص بالتحكيم، انما خاص طبعا بفرقه بلدي طبعا حاجه تحزن قوي يا كابتن ان احنا نتغلب في ملعبنا بالاسلوب ده. احنا ما وصلناش مش عارفين نعدي الدور ال 16 من فرقه غير مرشحه خالص. ثلاث مباريات اللي احنا لعبناها مباريات كلها لعبناها بالدعاء ما فيش اي تخطيط ما فيش اي حاجه. انا مش هتكلم في الناحيه الفنيه بس كواحد متابع كوره حاجه تحزن بصراحه. اما حتى الاستبدالات النهارده بتتعمل في وقت غلط فجاه بتفضي نص الملعب يا كابتن في وقت انت المفروض تبتدي تحافظ عليه وتاهل نفسك ل 30 دقيقه اللي هي الاكسترا تايم. اتمنى باذن الله يبقى في تخطيط سليم، تخطيط مش بكره ولا بعده ولا تخطيط لاجيال جايه. احنا عندنا لعيبه كويسه، احنا يعني ما تزعلش مني احنا في مثلا 6-7 لعيبه كل بقى الفيسبوك منزلهم وفعلا الناس دي حقيقيه عاوزين يعني نقول الناس بتوع الفيسبوك دول بيفهموا اكتر من منتخب مصر الاجيري. ناس حاطين لعيبه لازم كانوا يبقوا موجودين في المنتخب، لازم كانوا موجودين في المنتخب، لو كانوا موجودين لا يمكن كنا بالمنظر السيء اللي احنا شفناه. الواحد حزين قوي يا كابتن بالمنظر ده، نتغلب في بلدنا بصراحه بدري قوي بدري قوي. يعني ما اعتقدش في فرقه خرجت في الدور 16 على مستوى العالم كله يعني غير بتوع كاس العالم مثلا بيخرجوا بدري وانت عامل البطوله، ملاعب كويسه، حكومه واقفه معاهم، جمهور رائع. النهارده حضرتك شفت الجمهور عامل ازاي من بدري ونتغلب بالشكل ده صعب قوي قوي يعني. عموما كل التوفيق، انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن سمير على وجودك معانا. ويتبقى ان احنا خسرنا من الناحيه الفنيه وخرجنا من البطوله ولكن كسبنا اشياء كثيره جدا، خسرنا فنيا وكسبنا او فزنا تنظيميا بشكل رائع جدا. مصر بتقود افريقيا خلال هذه الفتره الى التنظيم الرائع والتنظيم المبهر. عارف كويس جدا ان زمان حضراتكم بتقولوا يا اخي تنظيم ايه وبتاع ايه، ولكن هتعرفوا معنى الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده بعدين مش دلوقتي، لانه لما تلاقوا بعد كده الاهلي او الزمالك او اي فريق بيلعب في الاستاد او في استاد الدفاع الجوي او في استاد اسماعيليه او في استاد السويس او في استاد اسكندريه هتعرفوا ان الكلام ده مهم جدا جدا جدا. هتلاقي حضرتك لما تروح كجمهور تروح الملعب وتقعد في المدرجات وتشوف اللي حصل هتعرف قد ايه ان التنظيم كان مسؤولية كبيرة جدا. الحمد لله نجحنا في هذه المسؤولية، خسرنا من الناحية الفنية ولكن لم نخسر، بالعكس فزنا وفزنا بشكل مبهر وبأداء مبهر في الناحية التنظيمية. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وهارد لك طبعا لمنتخبنا الوطني. انتظروا بقى خلال الأيام اللي جاية حلقات هامة جدا عن منتخبنا الوطني وأسرار وكواليس ما يحدث أو ما حدث خلال فترة وجود خفير أجري وكلام كتير جدا هنتكلم فيه، ولكن إن شاء الله انتظرونا خلال الفترة القادمة. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وإن شاء الله نلتقي مع حضراتكم بكرة في تمام الساعة 11 وحلقة جديدة من كان 2019.